ضيفنا من عمان الآن وهو معنا من جديد مدير برنامج الطوارئ في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية دكتور محمود الكايد. مساء الخير. أهلا بك مساء الخير. دكتور محمد مساء النور. أهلا بك. تسمعنا الآن بشكل واضح؟ نعم نعم. طيب نعم تمام، لأنه نريد أن نتحدث عن وضع الدول العربية بموضوع تفشي فيروس كورونا. ضيفنا من لندن الدكتور محمد يتحدث عن ضرورة الالتزام بالإرشادات من قبل إن كان وزارة الصحة أو السلطات. طب لكن اليوم رأينا هذا المشهد من دول عربية مثل لبنان مثلا السعودية، القوى الأمنية اضطرت لتنزل هي على الشوارع شخصيا لكي تطلب من المواطنين العودة إلى منازلهم والالتزام بالحجر الصحي. كيف يمكن تقييم وضع الدول العربية اليوم مع موضوع كورونا؟ نعم، شكرا لك سيدتي. في حقيقة الوضع يعني إنما نراه الآن يعني يحدث في الدول العربية والإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومات بشكل أو بآخر في عمليات الحجر المجتمعي، نستطيع أن نسميه بهذه الطريقة، هي شيء يعني نتاج لتقييمات للواقع الموجود على المستوى العالمي. بصراحة منذ بداية الوباء في ووهان والإجراءات التي اتخذت في داخل الصين نفسها وتم الحجر على مدينة ووهان ومقاطعات أخرى في داخل الصين، وكانت تجربة ترفع لها القبعات وناجحة بطريقة أو بأخرى، إلا أننا قد رأينا بعض التلكؤ عالميا في النظرة إلى جدية التعامل مع وباء كورونا على أساس الجدية ومدى انتشاره، ونرى هذا على المستويات الدول المتقدمة بحيث جاءت بعض الخطوات التي تتخذ الآن وكأنها خطوات متأخرة نوعا ما. فيما يخص الواقع في إقليم الشرق البحر المتوسط والدول العربية، الإجراءات التي تتخذ الآن أنا أعتقد أنها في الاتجاه الصحيح، مبنية على دراسات من قبل الجهات المعنية في هذه الدول بصراحة، وللتأكيد على ضرورة التشاركية بين الدول في المنطقة وتبادل المعلومات. كافية هذه الإجراءات دكتور محمود؟ قطر مثلا عزلت نفسها، لبنان أعلن التعبئة العامة، سوريا اتخذت إجراءات. نعم. هنا أيضا احترازية. صحيح. بموضوع كورونا. صحيح. هذه الإجراءات كافية؟ فيما يخص إجراءات تجاه كورونا والتعامل معه، أعتقد هذه هي الخطوات الأساسية الصحيحة في الاتجاه الصحيح. لا يوجد أي سبيل آخر للتعامل مع مرض كورونا وشراسته وانتقاله من قارة إلى أخرى إلا عن طريق اتجاه الحجر في داخل البلدان ومنع السفر تجاه أو من البلدان التي يوجد بها بؤر لمثل وباء كورونا. فلذلك أنا أعتقد وجازما أن الإجراءات التي تتخذ حاليا هي إجراءات لمصلحة المجتمعات ومصلحة العالم بشكل أو بآخر. نعم. وهي مبنية على تفاهمات مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية على مستوى العالم بشكل أو بآخر. فالإجراءات التي تتخذ الآن هي إجراءات صحيحة وسليمة. طيب. لكن البعض يقول هنا بأن هذه الإجراءات لا تكفي في مقابل، يمكن أن نستعمل هذه الكلمة لأنه ترجمت اليوم في أكثر من بلد عربي، استهتار المواطن. نعم. بهذه الإجراءات وعدم التزامه بالبقاء في منزله لعدم انتشار فيروس أكثر وأكثر، لأنه العامل الأهم الذي جعل التجربة الصينية ناجحة التزام الصينيين بإرشادات السلطات في الصين. كيف يمكن حث المواطن العربي هنا على الالتزام بموضوع فيروس كورونا والبقاء في المنزل؟ أعتقد أن الدور المجتمعي ودور الحكومات في الإجراءات التي تتخذ يجب أن يكون فيها نوع من الصرامة نوعا ما. نعم. تجاه من لم يلتزموا بتطبيق الإجراءات التي ارتأت الحكومات أن يتم تطبيقها في اتجاه وباء كورونا، وإلا يعني الأمر ليس بمزحة أو بنزهة، أو الأمر ليس لا يجب أن يؤخذ على محمل المزح وأنه يعني يمكن أن يمر بسرعة وما إلى ذلك. الأمر يحتاج إلى جدية، والحكومات بدأت بجدية بالتعامل مع الوضع من خلال الإجراءات. يجب. نعم. على المجتمعات والمواطنين أن ينظروا إلى الموضوع بجدية والالتزام بالإجراءات حفاظا على سلامتهم وسلامة أحبائهم. نعم، شكرا جزيلا لك من عمان مدير برنامج الطوارئ في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية الدكتور محمود الكايد على هذه المداخلة. شكرا لك.